وفي غزة خرج جموع الفلسطينيين الرافضين للخطة الأمريكية في جمعة نفير عام، أكد المشاركون فيها ضرورة إفشال جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية. رفضاً لما يسمى بصفقة القرن ومحاولات تغيير مصير القضية الفلسطينية، خرج الغزيين من كل محافظات القطاع للمشاركة بفعاليات دعت لها فصائل المقاومة بمطالبة أشقائهم باتخاذ مواقف واضحة والاعتصام أمام السفارات الأمريكية في كل العالم. دعوة لكل أحرار العالم، الأمة العربية والإسلامية، إلى شعوب الأمة كلها، أن الشعب الفلسطيني اليوم في هذه الوقفات وفي هذه الفعاليات هو موحد، كله في مواجهة صفقة ترامب، صفقة العار، صفقة العصر التي يسميها بصفقة العار، صفقة تصفية القضية الفلسطينية. رسالة الشعب الفلسطيني لكل الشعب الفلسطيني هي رسالة التمسك بفلسطين، كل فلسطين، ورفض تقسيمها مع الاحتلال الصهيوني، ورفض كل ما أتى على لسان ترامب. هذا الوطن لنا ولن نفرط به. نحن ندعو أمتنا إلى الخروج لدعم صمودنا. هي صفقة لم تلقى إلا الرفض الرسمي والشعبي لمحاولات تغيير الخريطة الفلسطينية عبر نهب التاريخ والإرث والمزيد من الأراضي والمقدرات وإعادة وصم نكبة جديدة على مسمع العالم أجمع بوعد جديد بعد مرور أكثر من قرن على وعد بلفور الذي غير مصيرهم. شعبنا من حقه أن يستمر بنضاله ومقاومته وكفاحه، وهذه الدعوات الخبيثة التي يطلقها هذا الأرعن ترامب رأس الشر الأمريكي لم ولم تنجح أمام هذه الإرادة الصلبة المتمثلة بصمود شعبنا هنا في غزة وهناك في الضفة وفي كل مكان. تسبق كل المواقف التي تقف لصالح الحقوق الوطنية لشعبنا وترفض التعاطي مع الصفقة وتؤكد على هذه الحقوق، لأنه هذه وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والتعامل الميداني في تصليب هذه المواقف هو الذي سيشكل حائط صد في طريق مرور صفقة القرن. إذن فإن طلب الدعم العربي في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني أصبح مطلبا رسميا وشعبيا لمواجهة المحاولات المرفوضة لتغيير مصيره. رسالتنا إلى كل العالم أن قفوا مع فلسطين، قفوا مع حقنا في أرضنا في قضيتنا، فنحن أصحاب الأرض الحقيقيين والأصليين، وهؤلاء الأعداء هم الدخلاء على قضيتنا وعلى أرضنا، ولا بد من أن تعملوا معنا كفلسطينيين نقاوم هذا المحتل ونقاوم وجوده على إزالته وطرده وقمعه. فنحن أصحاب الأرض ونقول مهما كانت المؤامرات ومهما كانت هذه المؤامرات على هذا الشعب فلن تمر هذه المؤامرة. ورغم الأثمان التي يعلم الفلسطينيون جيدا بأنهم سيدفعونها، ما زالوا يؤكدون بأنهم على استعداد لأن يدفعونها بدمائهم وبدفاعهم عن أرضهم بكل الوسائل المشروعة. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين.